مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، ومثل ما مسيت عليكم امسي على الوب مساكم بالخير. يا هلا ويا مرحبا فواز، ويا هلا ويا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. واكيد تتوالى تجارب البحرين الرائدة في تعزيز واحترام حقوق الانسان، واللي حازت على العديد من الاشادات الدولية في تاكيد او التاكيد على ان نهج احترام حقوق الانسان هو استراتيجية تتبعها البحرين او تتبعها البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة يا فواز. بالفعل يا لولو، استمرار تحقيق مملكة البحرين مركزها المتقدم للعام الثالث على التوالي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإشادة، اللي جات في تقرير وزارة الخارجية البريطانية بتجربة البحرين، جات عشان تثبت حرص مملكة البحرين على ضمان حقوق الإنسان وصونها. وأيضا كما أكد جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه أن سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير فيهم البحرين إلى آفاق المستقبل. مشاهدينا الكرام، نبتدي معاكم حلقتنا بأبرز الأخبار عن بعد هذا الفاصل. بالفعل دام عزك يا وطن. نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث هنأت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة الطواقم الطبية والصحية والمتطوعين عن العاملين بمراكز الحجر الصحي الاحترازي في منطقة الحد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على دورهم البارز خلال الظروف الاستثنائية اللي تمر بها جميع دول العالم جراء فيروس كورونا كوفيد-19. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية اللي قامت بها في إطار زيارتها لعدد من مراكز العزل والعلاج ومراكز الحجر الصحي الاحترازي التابعة لوزارة الصحة، وذلك تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية وكافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين ومتطوعين، اللي هما يشتغلون ويعملون على مدار الساعة خلال هذه الجائحة وفق أسس مدروسة ومنظومة متكاملة لتعزيز الصحة والسلامة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين. أيضا في خبر آخر، أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقديرها واعتزازها لما أبداها المتطوعين البالغ عددهم 30 فرد واللي يعملون ضمن صفوف فريق الهيئة القائم على تطبيق مجتمع واعي، التزاما منهم بدعم الجهود الوطنية لتخطي جائحة كورونا عبر تطويع مختلف التقنيات الحديثة. وأكدت الهيئة يا فواز في هذا الصدد أن ثقافة العمل التطوعي بمملكة تحظى بتشجيع المؤسسات الرسمية والأهلية عبر تعزيز قيم التطوع لدى المواطنين والمقيمين اللي اعتادوا على المشاركة الفعالة بكل ما من شأنه خدمة الوطن، وتعزز من العلاقات الاجتماعية بين أفراده، وهو ما أكدت عليه الظروف الراهنة اللي قاعدين نعيشها. بالفعل، وأوضحت الهيئة أن تم اختيار المتطوعين من خلال المنصة الوطنية للتطوع بحسب المجالات المطلوبة اللي تحتاجها الهيئة،
متمثله في الدعم اللوجستي، حيث حددت الحمله الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا مجالات مختلفه للتطوع كالخدمات الطبيه والاداريه وايضا الدعم اللوجستي وغيرها من المجالات. وفي الخبر الأخير، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المختصة. طبعاً دعا المجلس إلى الالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظاً على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم أيضاً، وعدم تكرار ما حدث في عيد الفطر المبارك من تجمعات أدت إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي؟ خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة. خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري. يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً على خالد اللي نقل عدوى حق راشد سابقاً، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايماً أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. مشاهدينا الكرام، الإنجاز النوعي اللي حققته مملكة البحرين في مجال الإتجار بالبشر ما كان له أن يرى النور لولا التوجيهات والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الهادف لتعزيز حقوق الإنسان واحترام الحريات. طبعا يأتي احتفال العالم في 30 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص بعد تحقيق البحرين إنجازا تاريخيا فريدا على مستوى المنطقة بتحقيقها الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للمرة الثالثة على التوالي. طبعا الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، السيد أسامة بن عبد الله العبسي. رحب فيك، يا مرحبا فيك، سعداء جدا بوجودك معنا في الاستوديو. الشرف لي، الله يسلمك. يا مرحبا. بداية يعني لو تكلمنا عن اللي تمثل المكانة الدولية اللي تبوأها المملكة بهذا الإنجاز محليا وأيضا دوليا. التقرير الأمريكي اختلف عليه ناس كثير، كون أنه يصدر من دولة وليس من منظمة أممية أو شيء من هذا القبيل، ولكن الواقع أنه اليوم في نسخة 20 هو يصدر من سنة 2000 وتطور على مدى السنين وأخذ مكانته بين التقارير، لكون التقرير الوحيد اللي فيه نوع من أنواع التصانيف يحدد مواقع الدول. يعني الأمم المتحدة تصدر تقرير كل سنتين يرصد الجهود ولكن لا يقيمها، فكان هذا التقرير هو التقرير الوحيد اللي يقيم الجهود مفصل أكثر. هذا مفصل أكثر، نعم. والتقرير أساسه ينظر إذا هل حققت الدولة الحد الأدنى المطلوب من المعايير لمكافحة الاتجار، لدرجة أن في أحد السنوات
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت على الفئة الثانية. نعم. في التقرير يعني ما رحمهم، ما رحم حتى الدولة، ما رحم الدولة اللي تصدره، لأن يصدر بناء على قانون هناك. التقرير لا ينظر إلى جهودك، صحيح، ينظر إلى جاهزيتك، بمعنى أن ممكن يكون هناك الكثير من الجهود التي تتم بناء على مبادرات، صحيح، والمبادرات جيدة والجهود مقدرة، ولكن إذا ما كان الدولة هذه عندها ما يكفي من الأنظمة، القوانين، الأجهزة، القائمين على هذا الموضوع اللي يكون هذه شغلهم المؤسسي، صحيح، فإنها لن ترتقي في هذا التقرير. التقرير هذا العام، وإحنا طبعا نقرأه بتمعن شديد وندخل في تفاصيله، قال عن البحرين كلمة واحدة تكررت 4 مرات في هذا التقرير، وقال الاستدامة. الاستدامة معنى ذلك أن البحرين انتقلت من مرحلة الجهود والمبادرات إلى مرحلة أن هناك عمل مؤسسي مستدام يعني بالتعامل مع هذه القضية. طيب التعامل مع هذه القضية ماذا يعني؟ هل هي نتعامل معها كجريمة فلدينا أدوات معاقبة الجانية، لدينا القوانين هذه فقط؟ هذه جزء واحد يعادل الثلث من ما هو مطلوب في عملنا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، اللي احنا نمشي على شيء اسمه بروتوكول باليرمو، ويحتفل العالم في شهر أكتوبر من هذا العام ب20 سنة على إصدار بروتوكول باليرمو. بروتوكول باليرمو يتكلم، لازم نوضح ما هو بروتوكول باليرمو. هو مثل المذكرة المفسرة لاتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة. الأمم المتحدة عندها اتفاقية لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومملكة البحرين صادقت عليها. بروتوكول باليرمو هو الجزء الخاص فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص تحت مظلة هذه الاتفاقية. صحيح. بروتوكول باليرمو يعنى بمنع ومناهضة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. فأنت لديك المعاقبة، يعني إذا كان لديك الإجراءات الجنائية والإجراءات القضائية القوية، هذا ثلث. هناك منع وهناك مناهضة. كيف نعني بالمنع والمناهضة؟ أن لا نوفر البيئة الحاضنة لمثل هذه الجرائم. يعني إحنا ما ننتظر أن يكون هناك بيئة حاضنة ثم تقع الجرائم وبعد ذلك يتدخل النظام القانوني والنظام العدلي ليأخذ القانون مجرى. يجب أن يكون عندك، علشان تكون ملتزم ببروتوكول باليرمو، يجب أن يكون عندك إجراءات استباقية. صحيح. الإجراءات الاستباقية فيما يتعلق بالاتجار، وهناك كثير من الناس يعني ما يفهمون معنى الاتجار. الاتجار بالأشخاص هو استغلال حالة ضعف لشخص ما. ممكن يكون هذا الاستغلال في أعمال منافية للآداب، ممكن يكون في عمل جبري، ممكن يكون استعباد، ممكن يكون استرقاق، ممكن يكون نزع أعضاء أو بيعها. فهناك أشكال كثيرة. الفكرة إذا أردت أن تحارب جريمة الاتجار بالأشخاص، يجب عليك أن تتعامل مع الاستضعاف، أن لا يكون هذا الشخص ضعيفاً فيستطيع أن يقاوم الاتجار به. صحيح. إذا كانت بيئتك تدعم الضعيف، إذا كانت بيئتك تضمن الحقوق، إذا كانت بيئتك ترفع الاستضعاف هذه ليقدر الشخص أن يقاوم الاستغلال، نعم، فأنت دخلت في مرحلة المنع والقمع قبل أن تدخل في مرحلة المعاقبة. صحيح. وهذا ما انتبه له التقرير الأمريكي. نعم، يمكن بعد لربما أبو عبد الله كلمة الاستدامة وتكرارها هي اللي خلتنا فعلا نتبوأ هذا المنصب لثلاث مرات على التوالي، وإحنا كلنا نعرف أن مملكة البحرين بذلت العديد من الجهود الحثيثة في إدارة ملف حقوق الإنسان. لو تكلمني عن الخطة اللي تعكس جهود الدول الخارجية بهدف التأثير والسعي لتوجيه المنطقة نحو احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص. الاتجار بالأشخاص هو جريمة عابرة للحدود، بطبيعتها هي جريمة عابرة للحدود. ممكن أن يحدث اتجار بالأشخاص داخل حدود الدولة ولا يكون فيه عبور لحدودها، ولكن بطبيعة الحال في منطقتنا إحنا لم يحدث أن يكون هناك اتجار بشخص من المواطنين. إذن الاتجار يحدث بحسب الأرقام اللي موجودة لوافدين وهم من عبروا الحدود.
هناك الكثير من أو غالبية القضايا التي يتم التحقيق فيها في البحرين والتي يتم المعاقبة يكون الجاني والضحية من الوافدين، فإذا هي جريمة عابرة الحدود بطبيعة القائمين عليها. يجب علينا أن نتعاون على مستوى المنطقة، لأن المنطقة لديها نفس المعطيات الديمغرافية، وجود الوافدين، حاجة السوق إليهم، لديها نفس أدوات أو آليات شبيهة لإدارة أسواق العمل، أنظمة الكفالة، أنظمة طريقة جلب العمالة الوافدة. ونشترك كذلك في البلدان التي نجلب منها هذه العمالة. إذن إحنا لدينا على مستوى المنطقة تحدي مشترك، ويجب علينا التعاون مع الدول المصدرة، لأن إذا إحنا انتظرنا أن تصل هذه الجريمة إلى داخل حدودنا ثم نتعاطى معها سوف لن تتوقف. جزء كبير منها أن نتعاون مع البلدان، تمنعها قبل لا تدخل، قبل لا تدخل، بالتعاون مع البلدان المصدرة للعمال. وهنا يأتي التحدي، لأن قد تكون لدينا إحنا أولويات في هذا المجال لا تكون متوفرة هذه الأولويات عند هذه البلدان، أو يقول لك هي الجريمة وقعت داخل حدودك، داخل سلطتك وسيطرتك، أنت تعاطى معها. ولكن العام الماضي شهد قضية تعاونت فيها البحرين مع جمهورية الفلبين، تعاون غير مسبوق، لدرجة أن هذه القضية كان من المفترض، لولا جائحة كورونا وهذه، كان من المفترض أن تعرض في مؤتمر الجريمة العام اللي يحدث كل 5 سنوات، كان بيكون في أوساكا في اليابان في 21 أبريل من هذا العام، وتم تأجيله بسبب الأزمة الصحية. تكلمنا يعني عن إحنا حطيتنا كذي أكشن، نبي نعرف أحداثيات هذه الشيء اللي سويته. الجريمة اللي تمت. الفكرة في هذه الجريمة هي أو الفكرة في كونها هي ليست أن الجريمة في حد ذاتها مختلفة، ولكن كيف تعاطينا معها هو المختلف. الأساس جاءنا بلاغ من الحكومة الفلبينية أن هناك سيدتين فلبينيات عادوا إلى الفلبين، ثم رووا قصة أنهم تم احتجازهم وإجبارهم على أعمال منافية للآداب، وحصل لهم، رووا قصة يعني شنيعة. ومن قام بهذا الفعل معهم هم من الفلبينيين أنفسهم، من نفس الجنسية. من نفس الجنسية. اللي حصل أن أولاً الحكومة الفلبينية خاطبتنا، وهي يعني من نص الخطاب ما في توقع كبير أن احنا بنتحرك، لسبب إيش؟ أن أولاً الضحايا اللي قالوا هذا رجعوا بلدهم. الشيء الثاني أنه قد مضى عليها قرابة السنة، هم ما تكلموا إلا لما يعني ارتاحوا واطمنوا. اللي حصل هو العكس تماماً. إحنا لدينا منظومة قوية مجربة صار لها سنوات، نظام إحالة وطني، شراكة مع السلطات الأمنية. في خلال أسبوع من تلقينا هذا البلاغ عبر القنوات الدبلوماسية كنا حددنا هاي الأشخاص، عرفنا مين، عرفنا منهم، أرسلنا هاي المعلومات للفلبين للتأكد هل هذول بصورهم بكذا بعد التحريات اللي قامت بها الداخلية، هل هو هذا الصحيح؟ قالوا نعم، تحركت الداخلية بعد أخذ الأذونات، تم القبض عليهم. هذا شيء بسيط. الجزء الأصعب الآن، نحتاج إلى أن نسمع أقوال الضحايا. صحيح، ومخارج الحدود. ومخارج الحدود. الحكومة الفلبينية لما شافت تعاون قالت إحنا راح نبعث هاي الضحايا إلى البحرين على حسابنا عشان يدلوا بأقوالهم. قلنا لهم لا. قام سعادة النائب العام في البحرين بعمل ندب قضائي إلى النائب العام الفلبيني بعد أخذ رأي بأخذ إذن المحكمة، وقام النائب العام الفلبيني بأخذ أقوالهم وهم في الفلبين وإرسال أقوالهم إلى البحرين. قمة التعاون. قمة التعاون. بعد ذلك عرضت على المحكمة، كانت القضية برغم عجم وجود الضحايا في البحرين محكمة إلى درجة أن تم الحكم في الجلسة الثالثة عليهم بالإدانة جميعا، 6 أشخاص من الجنسية الفلبينية وشخص واحد بحريني. نعم. وهل يعني أبو عبد الله نحن قاعدة تخيلت صدق يعني فعلا دخلتني معك في الأكشن دي كامل،
هل هذين الستة تموا ويمارسون عملية الإتجار بالبشر حتى غير عن ذلين الثنتين؟ نعم، وإحنا لما بدأنا نحقق في هذه القضية في البحرين تكشف لدينا ضحايا آخرين ما زالوا موجودين يعني في البحرين. جميل، يعني أنتوا سحبتوا أكثر. سحبنا نعم. هذه الاستباقية، هذه الاستدامة، هذه وجود منظومة متكاملة بالضبط. تسهل العمل وتخلينا فعلاً نوصل يعني الأشخاص اللي نحتاجهم بالطريقة الصح. أنا أضيف على هذا النقطة بعد دكتورة، يعني حتى تطور القوانين اللي موجودة في البحرين، شفت النائب العام وكل النائب العام هناك في جمهورية الفلبين باتخاذ ما يلزم من إجراءات وعمل التحقيقات وبالتالي إرسال مثل هذه التحقيقات. لا ما كملت لكم بعد بيتكمل تفضل. إحنا لدينا صندوق لدعم الضحايا. هذا الصندوق تم إنشاءه بقرار ومباركة من مجلس الوزراء الموقر، واللي احنا سويناه ان احنا ارسلنا احد الموظفين عندنا الى هناك للقاء الضحايا واخذ اقوالهم علشان احنا نعرف، مو باقوالهم من جانب قانوني ولكن لكي نعرف احنا، لان لدينا نظام لكي نعرف كيف تم يعني استضعافهم، كيف تم جلبهم الى البحرين علشان نقدر نطور من قوانيننا احنا بعد. ففي امور خارج الجانب العدلي والقضائي احنا نحتاج نعرفها. أرسلنا موظف من عندنا هناك، قابلهم وأخذ بياناتهم وأخذ أقوالهم وقدم لهم الدعم من صندوق دعم الضحايا من البحرين. وصل الأمر أن حكومة الفلبينيين الفلبين كلموني قالوا لي أنتوا أحرجتونا، نحن مضطرين نقدم لهم دعم مثل دعمكم، لأن ما يصير دولتكم تدعمهم وإحنا لا. القصة كاملة لما ناقشتها أنا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كنت أقول لهم عن آليات التعاون الدولي، أصروا أنها تعرض في مؤتمر الجريمة العام اللي كان بيعقد في اليابان. هو مؤتمر يعقد كل 5 سنوات. نعم، لذلك مو بأي جريمة يتم استعراضها في هذا المؤتمر. مو الجريمة، ولكن لكي يتم يعني التعلم من صحيح. بعض الدروس. الدروس المستفادة. لكي أفضل الممارسات. صحيح. فقالوا لنا بنسوي لكم جلسة كاملة أنتوا والفلبين واستعراض الآلية كاملة كيف تعاونتوا، لأن ما صارت على مستوى دول المنطقة المستوردة والمستقبلة للعمالة أن تتعاون بهذه الطريقة مع صحيح. دولة مصدرة. وحجزنا كان في يعني جلسة مدة 2 ساعة في المؤتمر لهذا الغرض، ولكن قدر الله وما شاء فعل المؤتمر لم يلغى، هو تأجل. فلما يرجع بإذن الله بعد راح نعرضها، وما زالت هذه لها أصداء. هذه ذكرت كذلك في التقرير. نعم. أن تصل إلى مرحلة أن دولة تقول لك عاقب مواطنيني. صحيح. نعم. أثق فيك. أثق فيك أن معاقبة مواطنيني وأثق فيك، برغم أنهم كان بإمكانهم أن ينتظروا عودتهم إلى بلدهم. أو يطالبون فيهم. أو يطالبون فيهم. نعم. الإجراء كامل كان إجراء يعني كما نص عليه الكتاب مثل ما يقولون، يعني بحذافير. وأهم ما في ذلك أن هم بلغونا بهذه القضية في أواخر أكتوبر، وأصدرت تحقيقات ثم قبض ثم محاكمة، وأصدر الحكم عليهم في أبريل من هذا العام. في أقل من 6 أشهر انتهت قضية بهذا الضخامة، فيها تعاون دولي، فيها أخذ، فيها شهود من خارج البحرين، من في خارج دولة البحرين. أخرى متواجدين. هذه طال عمرك ما يسمى بالعدالة الناجزة. صح. لا يكفي أن يكون لديك العدالة، ولكن يجب أن تكون ناجزة سريعة، تعطي كل ذي حق حقه. صحيح. وتعاقب المجرم. عشان كذي ما نستغرب يا فواز إذا شفنا أن ذلين الدول. نعم. المصدرة العمالة الواحدة يعني ترسل مواطنيها وهي مو خايفة عليهم انهم رايحين البحرين، حتى لما نشوف في عدد من الدول يصير فيها اغلاق لجنسيات معينة، احنا هذين سفارات الدول بالعكس ترحب انهم يجون البحرين بالضبط. وترحب بتعاطينا معهم. وهذا ما افرد التقرير من خلال طلعنا عليه، ان جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر حتى خارج الحدود تخطى لخارج حدود البحرين. عموما راح نتواصل معك بالتأكيد في حديثنا الممتع والمهم جدا في هذا التقرير، ولكن نستعرض أبرز ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وتفرد البحرين بصدارة الدول المتصدية لجريمة الاتجار بالأشخاص. نتابع.
حياكم الله من جديد مشاهير الكرام، وعودة أيضا لضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ أسامة العبسي. أستاذ أسامة، يعني تسعى مملكة البحرين في ظل كل هذا التطور لتأسيس أول بيت خبرة في الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويسعى أيضا لتخريج خبراء في هذا المجال، لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. تذكر لو قلت لك في البداية عن تعريف الاتجار وبروتوكول باليرمو؟ الآن الاتجار في البحرين أو الاتجار في منطقتنا يختلف مثلا عن الاتجار في أفريقيا. صحيح. في أفريقيا عندهم عمالة أطفال مثلا، عندهم نوع آخر من المخالفات من الاتجار بالبشر، من أنواع الاتجار في مناطق أخرى من العالم. إذن كيف تجعل اتفاقية عالمية وتجعل بروتوكول عالمي يأخذ الطابع المحلي؟ صحيح. يأخذ طابع المشاكل اللي عندك. في أكتوبر من العام الماضي دعت مملكة البحرين إلى أول منتدى حكومي للعاملين على مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط. أحضرت 9 دول ومنظمتين من منظمات الأمم المتحدة لمدة 3 أيام، وكان لأول مرة يحصل، مو في منطقتنا، لأول مرة في العالم يحصل منتدى إقليمي للاتجار بالأشخاص يعنى بمشاكل هذا الإقليم. جميل جدا. المنتدى كان على مدة 3 أيام، وكانت أولى توصيات الدول الحاضرة أن نحن نحتاج أن يكون لدينا أدلة عمل، يحتاج أن يكون لدينا اللي يسمونه Standard Operating Procedures، كيف تتعاطى الأجهزة مع هذه فيما يتعلق بمشاكلنا إحنا. صحيح. نوعية التركيبة السكانية اللي عندنا، نوعية الوافدين، ثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع، آليات الإدارة. فلسبب أن البحرين ولله الحمد متطورة في هذا المجال، الدول الحاضرة للمنتدى رشحت البحرين لاستضافة مركز إقليمي كبيت خبرة يقوم بتطوير هذه الأدلة ويقوم بالتدريب عليها. فمباشرة بعد هذا التشريف والتكليف من قبل الدول في المنطقة، وإحنا نتكلم عن دول خليجية ودول شرق أوسطية، بريطانيا وأمريكا، يعني كان في مجموعة من الدول، بدأنا في الاتصال بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمنظمة الدولية للهجرة لكي يساعدونا. نحن فعلا نريد أدلة عمل وبرامج تدريبية بطابع إقليمي محلي، ولكن نريدها أن توافق المعايير الدولية، المعايير الأممية. فنحن لا نريد أن نشذ عن بقية العالم، ولكن نريد أن نخاطب مشاكلنا. ووقعنا اتفاقيتين، واحدة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، واحدة مع المنظمة الدولية للهجرة، لكي يضعوا لنا 8 برامج تدريبية و7 منها فيها أدلة عمل لكي تغطي الجوانب المختلفة لأوجه الاتجار. فلدينا على سبيل المثال برنامج دبلوم في للممارسين مكافحة الاتجار، هاي دبلوم يعني واسع ويغطي كافة الأوجه. ولدينا برنامجان للعاملين في الجانب الأمني والقضائي والتحقيق، يعني يغطي كل الجوانب. نعم نعم. هذا ولدينا برنامج للعاملين في المجال الصحي، يعني كيف يمكن لطبيب في الطوارئ ولا في مركز صحي يعالج حالة أن يشخص هاي الحالة حتى لو هي ما قالت أن هي قد تكون تعرضت لأي نوع من أنواع من الاتجار أو الاستغلال، وكيف يوثق هذه الحالة وكيف يتعامل معها قبل لا تطلع. لدينا برنامج للعاملين في المطارات، وطبعا احنا قلنا هي جريمة عابرة للحدود. صحيح. في كثير من الجرائم ممكن خلال العبور، يعني انت مو لازم يدخل البحرين، ممكن يكون ترانزيت عن طريق. صحيح. مطار البحرين. فتدريب القائمين في المطارات سواء كانوا من الجوازات أو من الجمارك أو من موظفي المطار الآخرين. نعم. وهذا ليكون لديهم نافذة زمنية صغيرة، الوقت محدود جداً. الوقت محدود. نعم. لكي يعرفوا لكي يتصرف. صحيح. في لدينا تدريب طبعا للقائمين على دور الإيواء، لدينا وإحنا ما نحتاجه لله الحمد في البحرين، ولكن هذه بناء على طلب أخواتنا الخليجيين. صحيح. هناك لنظام الإحالة الوطني،
ونظام إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، هناك برنامج، وهناك البرنامج للإعلام والإعلاميين، برنامج جميل جدا. يعني لازم فواز احنا نكون لابد ان ننضم لازم عشان نشوف دهاليز هذه المنطقة. لا الفكرة الله يسلمك دكتورة، الفكرة ممكن لأي إعلامي أن يغطي الجريمة صحيح، ولكن لكي يقوم الإعلامي بدوره في رفع الوعي يجب أن يكون على علم بتفصيل أدق صحيح. فإحنا نقدر أنني ونقول وتقرونها كل يوم أخبار أنها تم القبض وكذا، ولكن هناك خبايا، هناك أمور كثيرة. لا هي مو بس الخبايا، إحنا نحتاج إلى شراكة مع الإعلام لكي نرفع وعي المواطن، نرفع وعي المقيم، لكي يصبح كل واحد على هذه الأرض الطيبة من الممارسين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يكون جندي في هذه العملية. ووسيلة تواصلنا مع المواطن والمقيم هي وسائل الإعلام، ولكن نحتاج علشان شراكتنا معاكم تكون مكتملة يجب تعرفون ما نعرف صح. فاللي قاعد يصير ان احنا مسوين برنامج متكامل تدريبي لكي نرفع من مو بس معرفتكم بالجريمة، ولكن كيف ممكن ان نوصل الى الناس بالفعل. الجزء المهم في كل هذه البرامج هناك عامل مشترك واحد وهو العامل النفسي. فإحنا أصرينا أن يكون، لأن إحنا على فكرة مو هم ما يكتبون لنا البرامج، خبراء بحرينيين يشتركون مع خبراء أمميين في كتابة هذه البرامج كلها. إحنا عندنا لله الحمد على فكرة خبراء معتمدين من الأمم المتحدة بحرينيين ويتم إرسالهم على نفقة الأمم المتحدة للتدريب. قمنا بالتدريب في 3 دول خليجية وفي 2 عربيتين وطلبونا لدورة تدريبية نعم. لمختلف الدول ومختلف المنظمات. اللي قاعد يصير الحين ان احنا نروح كممارسين يعني نروح لكي نطلعهم على التجربة البحرينية نعم. ولكن احنا بس ولكن هم اللي لدينا، هم لدينا خبراء معتمدين من الأمم المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار. الآن الفكرة ان احنا نريد أن نصل إلى نقطة الفهم. يعني ليش أنا قلت الجانب النفسي والجانب السايكولوجي؟ عوامل مهمة. إحنا قاعدين نتكلم عن سايكولوجية الضحية. اليوم أنت إذا بعطيك مثال عن كيفية وهذا اللي كنا نقوله في الفاصل، يأتي إلى البحرين أو إلى أي بلد مستقبل الشخص الوافد ولديه إحساس أنه هو غريب. إحنا لما نسافر في غربتنا نحاذر، نحس ان انا مالي ظهر، انا مو في بلدي صحيح. بالفعل فهو يحس بالاستضعاف من البدايه صحيح. المتاجرين اول نقاط يحطونها في راسه ما حد بيساعدك، مالك الا احنا، ما حد بينصفك، الدوله ترى مو سائله فيك، على اساس انه لا يفكر اصلا في طلب المساعدة. نعم. من يتم الاتجار بهم احيانا الاتجار هذا يتم لسنوات. لدينا قضايا بعضها الناس تم استعبادهم لسنين وليست شهر او شهرين. طيب لما نستخرج هذا الشخص وناخذه ويقعد معاه الضابط في وزارة الداخلية او النيابة العامة، انت تريد ان تكسب ثقته صحيح. لكي يساعدك في إرساء العدل صحيح. إذا هو حاس بالخوف وكل اللي يقول لك ودني بلدي رجعني بس أنا ما بي بأي طريقة. طيب أنت خسرت، هو صحيح أنت حررته ورجعته بلده بس أنت خسرت. ليش؟ لأن أنت عندك مجرم طليق صحيح. ما قدرت يستمر يمكن يعيد صح بعيدها. طيب هناك جانب آخر وهذا مثبت في أدبيات الأمم المتحدة، أن في نسبة لا يستهان بها، ليست يعني كبيرة جدا بس يمكن ملاحظتها، من ضحايا الاتجار يتحولون إلى متاجرين، من ضحايا إلى تجار، من ضحايا إلى تجار في هذا المجال. ليش؟ لأن هو يصل إلى مرحلة أن هذا هو الطريق، هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن أن يأخذ حقه فيه أو تكسب أو أن هذه خلاص إنك عرف الطريق. عرف الطريق عرف الطريق. فاحنا بعد كجزء من يعني احنا ما نقوم بها، لان 99% من ضحايا الاتجار يطلبون العوده الى بلدهم، ولكن احنا نبلغ بلدهم ترى جايكم ضحيه، ترى هاي الشخص تم هذه قضيته، هذه وضعه،
نتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا المجال، يتم استقباله، يتم أخذه إلى دور تأهيل نفسي. نعم، يعني تحتوونه. نحتوي بعض الأحيان المنظمات الإجرامية اللي تاجر بهم لو رجع إلى بلده وهو متعاون معنا بيستهدفونه. بالفعل. فإحنا كجزء من تطمينهم، أنت لما ترجع بتبتدي حياة جديدة، بيساعدونك، بلدك بتساعدك، الأمم المتحدة، إحنا عندنا صندوق دعم الضحايا بيساعدك. لابد من كسب الضحية وفهم سيكولوجيتها علشان نقدر نستفيد منها في إجراءاتنا القانونية. صحيح. وإذا كسبناها في جانب آخر بنعرف منها كيف تم استضعافها لكي نذهب فيما بعد إلى هذا المجتمع ونحاول أن نقضي على أساليب الاستضعاف لكي لا يتم استدراج ضحايا آخرين جداً. في هذا المجال. نعم، يعني الموضوع معقد يعني جدا جدا، يعني فعلا، وفي أركان كثيرة قاعدين يعني تروحون فيها أبو عبد الله عشان فعلا تحدون. بس بعد إحنا بنطمن الناس اللي قاعدين يشوفونا، إحنا الأعداد تبشر بخير، هي في تنازل، أيضا في قصدي في يعني هي قاعدة ما قاعدة ما فيها تصاعد، في ثبات في الأرقام. أيضا الشعب البحريني شعب واعي. احنا اليوم قاعد نتكلم عن ان هناك في جرائم في الاتجار بالبشر، هاي ما يعني ان هي معممه وموجوده عندنا على السطح في مملكتنا الغاليه. والله يسلمك، يعني ما في بلد في العالم ما فيها اتجار بالبشر. للاسف الاستغلال هذه وارد. البحرين لو حبيتوا تعرفون ان يعني من ابريل احنا الإحصائيات للتقرير الأمريكي من أبريل لأبريل. نعم. يعني مب من يناير لديسمبر أو من يناير لي. من أبريل لأبريل البحرين 11 قضية. لا، ما قاعدين نتكلم عن أرقام كبيرة. فيها 39 ضحية. الموضوع كأرقام يعني حتى إحنا في السنوات السابقة كان أعلى من هذا. من هذا. بس إحنا في موضوع مكافحة الاتجار مثل مكافحة المخدرات. صحيح. إذا ما مسكت نعم. مخدرات نعم. اعلم أن في لقوا طريقة جديدة. بالفعل. يعني نفس الشيء الموضوع عندنا، أنك ما تمسك قضايا التجار معناها أن في طرق جديدة للاتجار. نعم. لأن إذا أنت تقول عندنا في البحرين بناء على حجمنا يعني 11 قضية في السنة، ما نعتبرها شيء كبير، وفعلا هي ليست بشيء كبير، لكن الحكومة البريطانية تقدر أن لديها 13,000 ضحية التجار للحين ما عرفوا عنهم. لم تتوصل إليهم السلطات إليهم إلى الآن، وهذه رقم تعلنه الدولة. لأنك لما تعلم مثل هذا أنت قاعد تحفز الجمهور أنه يفتح عينه. صحيح. تحذر. أنت قاعد تحذر. نعم. أنت تكون موظفينك، رجال أمنك، كذا، على يقظة لهذا الموضوع. فإحنا يجب أن لا نستكين. كلامك دكتورة 100% صح، هي ليست منتشرة في البحرين، ولكن هي ليست منتشرة بسبب الجهود. نعم، بسبب أكيد. الوعي أكيد. وأكيد إحنا عندنا بعد أبو عبد الله واحد ضحية يساوي عندنا كثير، وإحنا ما نرضى بالضبط كمملكة بحرين إنه يكون حتى عندنا ضحية واحدة. 100%. وأكيد ما يصير يمر هذا الوقت إحنا ما نتكلم عن دور مملكة البحرين في ظل الجائحة، وشلون احتوت العمالة الوافدة في هذه الجائحة. يعني إحنا لو جينا معاك، وعشان أنا أستذكر، ندري البحرين قامت بخطوات كبيرة ويعني مختلفة في التعامل مع العمالة الوافدة منذ تفشي جائحة كورونا، وشفناها أن فعلا قدمت العديد من الأمور، منها أطلاق فترة سماح لتصحيح الأوضاع، وأيضا إسقاط غرامة مخالفة الإقامة، إلى جانب تعزيز وعي هذه الفئة بآليات وطرق الوقاية من فيروس كورونا، وأيضا وفرت لهم الرعاية الصحية المناسبة لجميع العمالة دون أي استثناء. ومو بس كذي، هي عشان كذي استحقت إشادة عالمية ودولية بهذه الجهود. يعني أنا اليوم أبو عبد الله كنت مرة عند الهيئة ويمكم أرض المعارض، يعني والله أبو تركي شفت، أنا كنت أسمع أن جهود البحرين وما تفرق وما تميز، باصات يسوون فحص، باصات ينزلون منها عمالة وافدة يسوون فحص. يعني قعدت أنا حسيت بالفخر، قلت والله العظيم أنه يعني شهد ديرة يعني اللي إحنا عايشين فيها، ما حرمت واحد من الفحص، ما قالت له تعال ادفع، مع أنه ترى مو غلط، إحنا شفنا دول قالت حق سواء مواطنين ولا حتى العمالة الوافدة اللي عندها ادفع عشان تسوي فحصك، لا، هذه إحنا نبي نتطمن عليك، تعال سوي الفحص عندنا مجانا ونحفظ لك كل حقوقك. يعني بس تعال إحنا نروح لك.
احنا نروح لمحل. بالفعل يعني لو هذه شلون يفيد الملف الحقوقي، شلون يفيدكم انتم في هذه الملفات وهذه الاشادات الدوليه، ايش تعني لكم؟ والله دكتوره اذا تسمحين لي اشاركك في قصه شخصيه. يعني انا الاصغر لعيال ما زال يدرس في الخارج، يعني كان في بريطانيا، و اتصل وقال انا فيني سخونه وفي وسط الكورونا، يعني مسخن وبلاعيمي وكذا كذا. قال طيب اتصل عندك شنو الاجراء؟ عندهم هم 111، احنا عندنا 444 هم 111. اتصل فيهم، اتصل فيهم، خذوا منك كل الامور هذه، عرفوا عمره، عرفوا كذا، قالوا له انت صغير وكذا، وحتى لو في كورونا مو مشكله، اقفل على عبرك، كلمنا عقب اسبوعين. كان معانا معالي السفير في بريطانيا، وقال لنا قصص كثيره يخلينا كل يوم نزيد فخر ونعتز بهالديره اللي قاعده تحتوينا فعلا وقاعده تقدم لنا كل شيء. انا اقول لك يعني احنا كنا تمينا 3 أسابيع على اعصابنا لين صار بخير. يعني انا حركت ناس اعرفهم ساكنين في مدن اخرى علشان يروحون يودون لبنادول. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لا الحمد لله رجع البحرين اكو زين واموره طيبه. بس انا اقول لك الفرق اللي عندنا، يعني تاكيدا على كلامك دكتوره، هي الاساس ايش؟ في بداية الأزمة قبل لا يكون عندنا أصلاً 10 حالات في البحرين، التوقع اللي كان إنه كيف بنتعاطى مع العامل الوافد وكيف بنتعاطى مع العامل الوافد الخائف. يعني أنت قاعدة تقولين للشخص إذا حسيت بأعراض، إذا صار عندك نوع من أنواع الحرارة، الكحل، ضغط التنفس كذا، تعال وبلغ. طيب إذا كان هذا العامل مخالف أو هذا العامل تم الاستغناء عن خدماته، بيتخوف من التبليغ، زين هاي بخاف إنه يرحل. نعم. إذا خاف إنه يرحل ما بيبلغ. بالفعل. إذا ما بلغ نشر المرض. نعم. طيب وهني تأتي الإشكالية. يجب إن في البحرين في نهاية مارس أطلقت فترة تصحيح أوضاع. ماذا تعني يفهمونها العمالة الوافدة فترة تصحيح الأوضاع؟ يعني إذا أنت مخالف لا تخاف. صحيح. طيب فهذه كان الهدف منها قبل تصحيح الأوضاع التطمين، ترى احنا ما قاعدين نتخذ إجراء على المخالف لأننا في فترة تصحيح أوضاع، معناها أنك إذا مرضت روح ولا تخاف. طبعا احنا لما ابتدوا يروحون وشافوا العلاج وشافوا العناية وشافوا كذا تخابروا وخلاص انتشرت. بس انت تبي في الأول هذه الأول واحد، أنا أكد عليك أنها متخابرة وفعلاً مطمئنين. إذا في فحص عشوائي في وحدات النقل المتنقلة، وحدات الفحص المتنقلة، حتى في المجمعات أيضاً يروحون تشوفهم أول ناس واقفين يبون يأخذون فحص. نعم. يعني فعلاً لأن كل حقوقهم مضمونة. نعم. كل حقوقهم هو جرب وعرف أنه بغض النظر أنت جنسيتك شنو، وضعك القانوني شنو، وظيفتك شنو، ما حد راح يأخذ معاك إجراء. صحيح. يعني انا دكتوره انت سبقتي، انت قلتي وايد الاشياء اللي احنا سويناها فما في داعي اكرر، ولكن انا اقول لك احنا نتكلم اليوم عن على سبيل المثال وزاره الداخليه. انا فخور جدا بالدور اللي قامت وزاره الداخليه. ليش؟ لان وزاره الداخليه كانت توفر لهم سكن، وزاره الداخليه توفر لهم وجبات. صحيح. ان تطلع وزاره الداخليه وتاخذ دور، انا تعرف ليش احبها هذه الحركه؟ في المستقبل سيذكرون ان الشخص اللي لابس رجل أمن لابس زي الأمن، هذه يا لو قدم له أكل، يا لو وفر له. في المستقبل علاقة الوافد برجل الأمن ستكون قوية. علاقة قوية فيها ثقة. هذه بعد في الاتجار وغير الاتجار بتكون حميمية أكثر. أنا يعني سعيد جدا بالاستماع إلى مثل هذه الجهود الكبيرة لهيئة تنظيم سوق العمل، يعني جوانب كثيرة يمكن ما تم تسليط الضوء عليها. يمكن الوقت خذنا معك أستاذة سامة والكلام معك شيق وجميل، لكن كلمة لو طلبتها منك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر هو استغلال حالة ضعف، انسى أي شيء ثاني. أقول للمواطن البحريني إذا شفت شخص يستغل حالة ضعف شخص آخر فهذه قد يكون فيها شبهة الاتجار. دورك الأول أنك تحاول أن ترفع من الاستضعاف هذا. زين أنت ممكن تبلغ وفي خطوط ساخنة وزارة الداخلية طبعاً عندنا إدارة كاملة مختصة بهذا المجال، ولكن ارفع الاستضعاف.
شيل الشخص المستغل من الوضع اللي يستغل منه ولو بكلمة ولو بدعم. ترى الاتجار جريمة ممكن تحصل أمامنا وما نحس بها. صحيح. والاتجار هو مرحلة متقدمة من استغلال بسيط قد الواحد يراه جدا بسيط، جدا بسيط، ما يعطي اهتمام. صحيح. ما يعطي كذا. صحيح. فإحنا لله الحمد مثل ما قلنا دكتور احنا مو متفشية فينا هذه الجريمة، وهذه شيء يعني مو مستغرب من شعب البحرين، عاداتنا، ولكن تقاليدنا. للمحافظة على اللي احنا عليه يجب ان احنا كلنا ننظر، لا ندخل في التفصيل، تفصيل التعريف القانوني، هو استغلال لحالة ضعف. وهذا واضح ويوصل للجميع، هذا المفهوم البسيط جدا. بالضبط، الله يسلمك. يعني جهود كبيرة وواضحة على هذا المستوى وعلى غيرها من هذه المستويات. كل الشكر لك السيد أسامة بن عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. شكرا جزيلا على تواجدك معنا. يعطيك العافية. الشرف لي، الله يسلمك. متواصلين معكم بالتأكيد مشاهدينا، خلكم معنا ولكن بعد هذا الفاصل. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه، باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات، A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء، أو بينهم قرابة، أو يمكن زملاء. العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم. وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة، لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما D فهو شخص في البيت قاعد، ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم، علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. حياكم الله من جديد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020، أقامت وزارة الداخلية ملتقى افتراضي وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية. نعم، سعادة اللواء عبد الله الزايد نائب رئيس الأمن العام في كلمته الافتتاحية نقل للمشاركين تحيات معالي وزير الداخلية وتطلعات الصادقة لنجاح أعمال أو لإنجاح أعمال الملتقى اللي جسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالفعل يعني فعاليات الملتقى أوضحت أن البحرين بلد الإنسانية، واللي أنجزته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ما كان بيتحقق لولا جهود الوطنية المخلصة اللي تستمد عزيمتها من فكر وطني مستنير ومشروع إصلاحي رائد تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يشكل فرصة مناسبة لتؤكد المملكة البحرين خلالها دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية. مشاهدينا خلنا نتابع معاكم التقرير التالي اللي يستعرض جانب من الملتقى الافتراضي، وراجعين معاكم.
الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي الاحتفال في كل عام بمثابة إعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياها وتعزيز حقوقهم وحمايتها، نظرا لأن هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما أنها جريمة تمس الآلاف من الضحايا عالميا من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها. وكل بلد في هذا العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالأشخاص، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. ويأتي احتفال مملكة البحرين هذا العام مكملاً لسلسلة النجاحات التي حققتها للعام الثالث على التوالي ولله الحمد، حيث حققت المملكة إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية الأمنية والقانونية والمؤسسية الراسخة وحرصها على تطبيق وإنفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني. كما أشاد التقرير أيضا بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالإجراءات والبرامج المطبقة. لقد عملت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية بجد واجتهاد على تطوير أنظمتها وبرامجها، مما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 إلى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. جميع الإجراءات المتبعة لإصلاح أوضاع صناديق التقاعد في مملكة البحرين هي إجراءات منطقية وموضوعية وتستند إلى آراء خبراء ومختصين في هذا المجال. جميع هذه الإجراءات يا فواز تهدف أيضا للحفاظ على مكتسبات الوطن أو المواطن وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية واستحقاقاته التقاعدية. إحنا عندما نأتي لنتخذ قرارات لتعديل المسارات يجب أن نكون موضوعيين، ويجب أن نستند إلى رأي الخبراء في هذا المجال. فلما يأتي الخبير الاكتواري ويحذر من أن هذه الصناديق تتعرض إلى الاستنزاف وبالتالي قد تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها، فيجب أن نحترم هذا الرأي ويجب أن نأخذ به حتى لا تحل الكارثة، وبدل أن نقبل بالقليل بالتضحية بالقليل نضحي بكل شيء. أنا في رأيي إن اليوم وأنا أراهن على المواطن ووفاء لبلده ووفاء إلى قيادته، ولذلك أنا أعتقد لما تصل له الحقائق كما يجب أن تصل سيقف فعلا يعني إلى صف هذا المرسوب وإلى صف إنقاذ هذه الصناديق من الكارثة التي قد تتعرض لها لا سمح الله إذا لم نقم فعلا بالإصلاحات العاجلة المطلوبة. ليس هناك تأثير على حق مكتسب، كل الحقوق ما زالت موجودة، بل هناك إصلاحات لاستدامة هذه الصناديق واستمراريتها. ها، والمفترض على الدولة أن تقوم بمراجعة هذا الأمر بشكل دوري، وليس كل مثلا 10 سنوات، لا بالعكس كل 3 سنوات 4 سنوات حسب ها يعني نسب التضخم الموجودة في الدولة، وتراجع أيضا الاشتراكات أيضا يجب أن تكون موازية مع ما سيحصل عليه المتقاعد بعد ذلك. ما يصير متقاعد يحصل على يدفع مبلغ صغير ومن ثم يحصل في نهاية الأمر على مبلغ كبير، لأن إحنا الحق إذا كان هو مستمر ومستمر الصناديق هي وظيفته استمرار في دفع استحقاقات نقدية وليس وظيفتها إثراء الشخص المتقاعد. لذلك فكرة الضمان الاجتماعي الفعال هو الاستمرارية، هو مفتاح التنمية في عملية الاستمرارية ليؤثر على الحقوق على الحق الاجتماعي والحق الاقتصادي إلى مدى طويل، وليس الفكرة منها أنه يحصل أشخاص ومن ثم تتوقف هذه الفكرة. وهذا أيضا يعني حتى التزامات مملكة البحرين سواء التزامات تجاه شعبها بموجب الدستور، نص المادة 5 فقرة ج من الدستور تكفل الدولة الضمان الاجتماعي، يعني هي التي تقوم بعمله، فهي تضمن ان هي ان هذا الضمان الاجتماعي يكون مستمر وفي هناك تدفقات ماليه للاشخاص المتقاعدين حتى تقيهم العجز والشيخوخه والبطاله وباقي الامراض والفاقه. حتى الدستور عندنا يقول لك الجه ها والفاقه. مشاهدينا الكرام، من عادات أهل البحرين من قديم الزمان التواصل بمختلف أشكاله، حيث كانت المجالس هي بمثابة الملتقيات الأدبية والاجتماعية، وكانت تحتضن القضايا الأسرية أيضا تعمل على حلها داخل إطار هذا الحي أو غيره. بالفعل يا فواز كانت وما زالت، وأيضا كانت هذه المجالس وما زالت تحتضن المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزواج وغيرها من المناسبات، وكانت تؤدي دور مهم في الحياة الاجتماعية ولها دور فاعل أيضا ومؤثر في مختلف مناحي الحياة. وبعد المجالس يا لولو ما غابت ولا انتهت مثل ما انتهت أمور كثيرة وتطورت بحكم التطور، لأن قيادتنا الله يحفظها اهتمت بالمجالس الأهلية ودعمتها
ولا زالت بعد تدعمها، بل وأكثر أيضا من كذي تتشرف المجالس الأهلية بكل محافظات البحرين بتشريف القيادة لها في جميع المناسبات، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد وغيرها من المناسبات. واليوم وإحنا في ظل جائحة كورونا اضطرت هذه المجالس إلى أنها تطور من نفسها. شيء جميل صراحة، يعني نشوف أهل البحرين عندهم مبدأ التواصل مستمر حتى في ظل الظروف الجائحة، لكن بشكل متطور. وإذا بتسألني شلون يا فواز، أنا راح أجاوبك. المجالس تحولت إلى مجالس إلكترونية، والتواصل تحول إلى تواصل من تواصل فعلي إلى تواصل إلكتروني. ولا تقول لي شلون، يمكن في أحد ما يعرف، كل واحد يمود موبايله وحصر الكل يعرف. عشان نعرف أكثر، معانا في الاستديو اليوم السيد أحمد جمعة الغريب، رئيس حساب تواصل أهل البحرين. مساك الله بالخير طال عمرك. مساك الله بالخير. الله يسلمك ويخليك. الصحة والعافية إن شاء الله. الله كل عام وأنت بخير بعد الأسبوعية بمناسبة العيد والوقوف بعرفة بكرة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، وأنا من هالمكان أشكركم جدا حقيقة لتواصلكم إن شاء الله معانا، أساسا أنها نوصل الفكرة وإن شاء الله توصل لكل أهل البحرين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني شلون تحولتوا من مجالس عادية إلى مجالس إلكترونية؟ والله يعني يات سبحان الله، يعني الجائحة حين ما جعلت الناس مثل الأول، يعني احنا حن نوصي لآباء مع أبنائهم أن يتواصلون إلكترونيا على التباعد. أنا يعني دي النقطة الأساسية اللي انطلقت فيها المجالس، مجالس تعزيات، مجالس الآن عندنا لقاءات مع الناس اللي خدمت البحرين، و يعني ناس معروفين بتواصلهم وفي أصحاب مجالس الآن انقطعوا عن جماعتهم، وهذه ونعتبر أن ذي مثل واحد اللي قطعوا شريانه، لأن كل أسبوع يجهز مجلسه ويستقبل الناس. متعود. فسوينا معاهم مجالس افتراضية أو إلكترونية، أي اللي شين يعني تستخدمين أي كلمة، ولكن التفاعل صار مع هذه كأفضل من يعني إن الواحد يطلع بسيارته ويروح المجلس. تقولين والله شلون؟ أنا أقول لك أول حاجة عدد اللي بيروحون بيدخلون وبيسلمون عليه وبيرحبون فيه وبيتكلمون عنه بإطراء وكذا أكثر. صحيح. يعني يمكن يجيله في الليلة المجلس، يعني يمكن يجون له 50-60 بالكثير 100. هذا المجلس الاعتيادي. المجلس الاعتيادي. نعم. بينما في المجلس الإلكتروني يوصلون إلى 500-600. شلون تصلفون مع بعض إذا 500؟ لا بس هو كل واحد يدخل. ويكتب اللي يبغي، هو عبارة مثل يعني جروب أو مجموعة في الواتساب. حلو. يدخل والناس بالفويس طبعا، شلونك، شخبارك يا فلان، شلون الجماعة كذا، ويقول عنه مثلا ما ننساك وإحنا كذا وذي. بالتالي صاحب المجلس يرد عليه، الكل اللي يسمعونه هني كانهم قاعدين في مجلس بالفعل. ذي طبعا مجال بعيد بسيط. الآن هنا تعرفين هنا مثل ما ذكرته في البداية، إحنا مجتمع متواصل، يعني أبن عن جد من قديم الزمن، هذه يعني في روح البحرينيين ككل. صحيح. بكل الفئات. أنا أقول لك الآن صارت الناس توفى، زين شلون الواحد بيأدي الواجب وبيعظم الأجر وبيخفف من وطأة الحزن اللي على العائلة، وبيعزز من الفرح إذا كان في مناسبة فرح. الله يبارك فيك. وهذه بس يعني التعزيات صارت الآن إلكترونية. صحيح. احنا يعني هاي بفضل من الله سبحانه وتعالى اولا، والشعب البحرين اللي نقول هو اللي يبادر وهو اللي يجعل من هذه الشغله ناجحه. صدق. فالان لاحظنا ان التعزيه الالكترونيه انا توقعته يعني من البدايه، ان حتى بتخفف من الاجتماعات اللي بتصير في المستقبل. صحيح. الان احنا الواحد يدخل ويقدم تعزيته وتوثق على انه هو قدم تعزيته. صحيح. اما كان بفويس بصوت او انه بالكتابه. صح. لو انا نايم، يمكن انت تعرفين لما واحد يقعد في الصاله بيقعد 3 أيام تقريبا. نعم. يعني قاعد يعظمون له الاجر، لازم يستقبل له. بينما بالتعزيه الالكترونيه انا قاعد ومرتاح اشرب شاي مثلا، واحد دخل عظام الأجر رديت عليه بكلمتين طيبين،
هذه جعلت الناس حتى يعني على طول تدخل. فأنا بعد من هذه المكان أقول إن التواصل الإلكتروني ذي جمع البحرين كله، لأن نلقى ناس من كرباباد يعمون الأجر حق ناس في المحرق، ومن قلالي يعمون حق ناس في الرفاع. هذه ما كان متياسر، هذه عوايدنا طال عمرك احنا اهل البحرين يعني متواصلين كل الفئات، ويعني لا تاخذوني واقول حتى ناس بعد اجانب ما شاء الله يدشون ويتواصلون يدخلون لانه يعرف يتكلم معاه، اقول له تقدر انت تقول اي كلمتين هني بالضبط حق شخص عزيز عليه مثلا وياه في الشغل بالفعل يعزز. انت اخذتنا في الكلام الشيخ احمد ودخلنا في موضوع جائحه كورونا وكلامك الجميل، ولكن انا برجع شوي معك لفكره تاسيس هذا الحساب. نعم. تاسستوا حساب تواصل وموجود عندكم على الانستغرام وموجود عندكم في الواتساب وغيره من مواقع التواصل، شلون بدت هذه الفكره؟ والله هي الاصل اللي الكلام الاول بديت فيه. احنا مجتمع متواصل، يعني ترى هذه ميزاتنا احنا اهل البحرين، ما في شك واحد يشك في ان اهل البحرين يعني متواصلين ومتكاتفين. صح. فشفنا ان الان التقنيات الحديثه بعدت الناس الحقيقه. صح. فاحنا قلنا نستخدم نفس التقنيات اللي تبعد الناس نقرب فيها، نحولها من سلبيه الى ايجابيه، وهاي بفضل من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. وأنا أقول لك لأن البذرة موجودة، الأصل موجود إن إحنا شعب متواصل، فإذا أتيحت له الفرصة بالعكس يعني لقينا الآن أنت تعرف إن عندنا زيارات حق المرضى ونزورهم ونعلن عن هذا الجانب. إحنا بنتطرق إلى هذا الجانب وهذه الفكرة اللي أنتوا بديتوا فيها. نعم. عند زيارة المرضى. نعم. يعني لو هذا الحساب بهالحجم وبهال يعني وبهذه الانتشارية اللي حققها في مملكة البحرين، هل أنت بروحك تدير هذا الحساب؟ هل عندك أشخاص معك؟ لا لازم معي أشخاص. أي نعم. ولكن يعني طبعاً أنا مشرف على ذي كله العملية، لأن العملية دقيقة جداً. نعم. ما نقدر نحط خبر عن واحد مثلاً، مثال يعني واحد متوفي وهو متوفي مثلاً، أو أنه واحد مريض وهو عارف فيه. نعم. مسؤولية. نعم. فأنا أدير ذي الموضوع كله وأخذ أصنف الخبر وكذا، ويعني بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل شهادات يعني الكثير من البحرينيين صارت عندنا مصداقية إنه ما يطلع الخبر من عندنا إلا بعد ما نتحقق منه كامل، نتحرى من صحة المعلومات. نعم. اللي موجودة عن طريق الجهات المعنية المختصة. إيه أكيد. يعني هل هناك دعم لهذا الحساب، أو بالأحرى هل هذا الحساب بحاجة إلى دعم؟ أكيد أكيد. الآن العملية ما يعني يمكن هنا في البداية مشينا العمل هذه وتحملنا كثير، ولكن هذه احنا نقول دائما مهما سوينا مهما فعلنا تبقى البحرين لها حق علينا. أكيد. احنا ما سمون نقول بس البحرين لها حق، احنا كمسلمين كذلك. واخواننا كلهم اللي في الديرة هني، انا والله الحقيقة هاي الكلمة دائما اكررها واقولها، الكل يستاهل ان نقدم له ونخدمه من عيننا، وهذه جزء بسيط من منة الله سبحانه وتعالى اللي أهاب لنا هذه. يعني حقيقة مو يعني نتفاخر إن إحنا نخدم الناس أو رياء أو غيره، لا أبدا. يعني فالفكريات يعني من ترى الآن الحين بتصير 10 سنوات تقريبا ما شاء الله على شهر 11 هذا الحساب، شهر 11 2010 إحنا بدينا في إرسال أول رسالة، كانت حق واحد مريض مسافر ما شاء الله. فليحين أتذكرها الرسالة محفوظة وموجودة. الدعم اللي أنت تقوله يعني إحنا أكيد محتاجين حق دعم. الآن خلاص التواصل البحرين صارت مؤسسة، يعني مثل ما نقول إحنا مؤسسة اجتماعية للأخبار ونقل الأخبار، وهذا أعتقد من يعني أنا حسب علمي واللي أشوفه في البحرين، يعني مع احترامنا حق الكل يعني يمكن واحد يهتم في الأخبار العالمية يهتم في الرياضة في مثلاً، لكن الكل متفق على أن الأخبار الاجتماعية مهمة. أكيد بلا شك. وإحنا مجتمع متراص يعني جداً مترابط ومترابط، ونحب نعرف أخبار بعض ونأخذ ونشد من أزر بعض إذا احتاجنا حق بعض. أكيد. فأكيد هذا الحساب جداً مهم. الحمد لله. يعني إحنا لاحظنا أن أنت في الفترة الأخيرة اللي سبقت جائحة كورونا كنتوا تقومون بزيارات للمرضى وأيضا تصوير فيديوهات لهم ينقلون من خلالها تحياتهم للجميع، يعني ليه تكلمنا أكثر عن هذه الخدمة؟
والله هذه أنا يعني الحقيقة أن إحنا وجدنا أن بعض خلى زياراتنا في المستشفى أنا دائما أقولها أن يمكن كثير من الناس من أهلنا ودخلوا المستشفى وطلعوا وإحنا ما ندري ما حد درى عنهم صدق ولا حد وقف معهم والمريض مو محتاج يعني بس علاج لا يعني خلنا نكون واقعيين ترى العلاج النفسي له دور كبير لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بزيارة المرضى يعني ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ذي الكلام كذا ولكن لأجل أنه يعني يعرف أن العامل النفسي له دور لما يزورني فواز أو يزورني فلان وكذا خاصة أنا وصي ترى الناس اللي لهم شهرة أو اللي لهم مكانة زوروا المرضى ترى والله تصدقون عليهم وانتم تحصلون أجر كبير دعوة المريض حتى الآن وإحنا بعد في هالجائحة بعد كذلك نسوي بعد تواصل أو لقاءات بسيطة يعني ونسجل مثل ما تقولين صوت موزعة يعني تستخدمون تقنية الفيديو في هذا المجال والتسجيل الصوتي أيضا يعني جميل أبداعكم واضح إنه ما له حدود شنو ممكن تضيفونه حق يعني هذه الخدمات أو مجمل الخدمات اللي تقدمونها بكرة بعد بكرة إن شاء الله بنضيف لأن الآن كثير من الزواجات صارت خلال الفترة ذي طبعا الناس لا درت عنها بالضبط وبعدين الناس بعد ما حست بالفرحة ولا ذي لذلك بنعمل نفس نقول المجموعات والجروبات اللي مثلا يعني واحد صار مناسبة سعيدة بعد بنخلي نفتح له المجال نطرش الرابط والناس تجي تبارك حق ممتاز. مثلا ولدك الحين مثلا متزوج انتم معاه طبعا كل هي تليفون بالضبط وصور صور بندخل الامور يعني لازم انها تكون امور فنيه وهذه اللي احنا يعني التطور اللي بيه طبعا بصير نقله فان هناك بيكون عندنا يعني نقول تطبيق نعم ابلكيشن بيكون باسم تواصل اهل البحرين التطبيق ذي اجتماعي بحت بيكون بنخلي فيه كل الأشياء اللي تهم المجتمع البحريني ممتاز أنا عندي نظرة بإذن الله تعالى أن كل بحريني بيحط هاي التطبيق فيه مو كل بحريني حتى أخواننا وربعنا وأهلنا من السعودية من الإمارات بيقول لك أنا بزور البحرين ولا حتى إذا ما زرت البحرين بنزل هذا التطبيق عندي بشوف من تزوج من مرض وبشاركهم افراحهم وبشارك الاخوان في كل الجوانب نعم هاي مهم جدا يعني انا صراحه وايد سعيده وانا اسمع استاذ احمد قاعد يتكلم حسسني ان احنا فعلا يعني شفت اول ما استوت فكره فيسبوك كانت حق طلبه في الجامعه حق عشان يتبادلون المعلوم والحين احنا قاعد نتكلم عن تطبيق بحريني راح يخلينا كلنا مجتمع واحد موجودين في هذا التطبيق واي مناسبه, تصير في اي بيت بحريني الكل راح يعرفها نعم. ان شاء الله يا رب يعني فعلا جهود كبيره قاعدين تقومون فيها واكيد ذا التطبيق بيكون مهم واكيد راح ياخذ صدى كبير بالضبط يعني احيانا بعد انتم غطيتوا كل الجوانب شيخ احمد هل في افكار جديده بعد ممكن نطبقها غير هذا التطبيق انتم ما شاء الله عليك انا من خلال معرفتك عندك دائما افكار ومتحفز دائما للجديد احنا يعني بدي التطبيق لانه بيكون في مجالات اكثر عرف انت عندنا مجالس اللي ذكرتيه في البدايه طبعا احنا ما نغطيها طبعا مناشط كثيره تخص المجتمع يعني دوره في مثلا نقول دورات تدريبيه دورات تدريبيه مثل ما تقول او انه مثلا اي مناحي اجتماعيه راح تسلطون عليها لازم نغطي عليها ان شاء الله بدون التدخل في اي امور اخرى ما تخص طبعا الخدمه احنا محددين طبعا الطريق اللي ماشيين فيه اجتماعي بحت لا يتعلق بسياسة ولا يتعلق بأموال ولا يتعلق بأي حاجة نعم. فقط مركزين همنا على أخبار المجتمع اللي موجود جميل جدا يعني صراحة قاعد تجمعون المجتمع البحريني كله من خلال الجهود اللي قاعدين تقومون فيها جزاكم الله خير يعني لو أعطيك الفرصة حق كلمة أخيرة توجهها لمجتمع البحرين احنا الان يعني الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى وانا جايكم الان وصل طبعا متابعينا في الانستغرام 41,000 متابع حقيقي يعني طبعا انا ما نشتري اسماء ولا ذي على اساس ان الواحد يعرف انتم ما عندكم اهداف يعني تجاريه ابدا ايه نعم الحمد لله اهدافكم نبيله وفي الواتساب طبعا تعرف المسج اللي ارسله يعني 10,200
مسج انطرش في الرسالة الواحدة. فعدد الرسائل اللي انطرشها يوميا بمعدل 3 رسائل، يعني 30,000 وأكثر. إيه تقريبا هاي يوميا. يوميا. فأنت تعدها على شهر وتعدها على. عد. وجمع وقسم على هذه. إيه نعم هذه بس الواتساب، ولكن الإنستغرام الآن موجود. وإحنا أنا من هذه المكان يعني أدعو نبي الحقيقة يعني نحتاج يعني حق دعم أكيد يعني. لأن الواحد ما يقدر يحقق حلم أصلاً، يعني كل البحرينيين إن شاء الله هم يحلمون بهذه التواصل، وهي جزء من دعمهم. هو يعني أنا أشكر هني من هالمكان يعني كل من وقف معانا يعني وعلى رأسهم يعني جلالة الملك ورئيس الوزراء كذلك وولي عهد الأمين، هذه كل القيادة الحمد لله فضل من الله. ما نقول واقفة بس معانا، هي واقفة مع الكل. صحيح. ولكن احنا كذلك لا ننسى ان نشكرهم على يعني إتاحة كل الفرص والإمكانيات اللي نقدر نستغلها ونكون شعب واعي وشعب ان شاء الله. هذه عاداتنا دائما، ثقافة الشكر موجودة، نشكر على كل ما هو موجود ونطلب المزيد ان شاء الله لخدمة البحرين واهل البحرين. الشيخ احمد كل الشكر والتقدير لك. الله يجزيكم على وجودك معنا. مشكورين جدا واشكركم من كل قلب يعني جهود اجتماعية نبيلة وعادات تتوارثها الأجيال في مملكة الحب والخير مملكة البحرين. احنا شاكرين هذه الجهود الجميلة سواء موقع تواصل أو غيرها من المواقع، ونأكد دعمنا لمثل هذه الأفكار اللي تعزز من مبدأ التواصل الاجتماعي. فاصل مشاهدي الكرام، وبالتأكيد متواصلين معكم في برنامج مجتمع واعي. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري. أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو 3، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو 3، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. من إيجابيات تحدي فيروس كورونا أن أظهر مقدرة البحرين بكل قطاعاتها ومؤسساتها على إدارة هذا التحدي بكل ذكاء وحرفية عالية، وشفنا مبادرات كثيرة من مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص للتكيف مع هذا المستجد وتقديم الخدمات بطرق وأساليب مختلفة، وشفنا إيش كثر صار الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وبشكل كبير يا فوز. أكيد يا لولا، تطورات وايد صارت وخصوصا في قطاع التعليم. ولما بنتكلم عن التعليم كون العنصر الأساسي والقطاع الحيوي المهم واللي فيه مستقبل شبابنا وعيالنا ومستقبل البحرين في المرتبة الأولى، مع التحدي أثبت قدرته على إيجاد طرق جديدة لاستمرار التعليم للطلبة. وشفنا شلون يعني تفنن المدرسين والمدرسات في إيصال المعلومات بطرق جميلة وكلها عن طريق الأونلاين. بالفعل يعني ما في شك أبداً على هالمبدأ، وشفنا بعد أيضاً فريق الإعداد عشان يثبت لنا هذا الكلام اللي قلناه، ومن منطلق حرصه على إيصال رسالة التعليم والثقافة عبر كل المنصات المتاحة، تواصل مع أحد المدرسين الأستاذ إبراهيم البردولي معلم في وزارة التربية والتعليم، وقدم لنا هذا التقرير، خلنا نتابعه معكم. مساكم الله بالخير. أصبح اليوم مهم جداً إحنا كتربويين نحدد شنو المهارات المطلوبة للمتعلم عشان يكون فرد قادر على التعامل مع متطلبات المراحل المستقبلية. وعلى هذا الأساس تم الاستناد على مهارات القرن 21 اللي تمكن الفرد من المهارات الأكاديمية والحياتية الدعمة وتخليه قادر على التأقلم والمنافسة ومواجهة التحديات.
ومن ضمن هذه المهارات مهارة تنمية المواطنة المحلية والعالمية، واللي تتمثل في توجيه معارف الطلبة وسلوكهم وقيمهم بالمسؤولية، بما يعزز التقارب الفكري بين مكونات المجتمع المختلفة، ويرفع من وعيهم بالتحديات العالمية، ويزيد من إسهاماتهم في بناء وتطوير وطنهم بشكل أساسي، وتأصيل ممارسات الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، وتخليهم مساهمين في تكوين توجهات إيجابية في مواجهة المشكلات العالمية. فالمواطنة العالمية تتمثل بمشاركة الفرد في القضايا العالمية وإبداء الرأي والحلول، لأن الفرد هو جزء من هذا الكون والعالم. لكن اليوم خلونا نركز على المواطنة المحلية بشكل أكبر. المواطنة كلمة كبيرة، وهي إحساس وشعور قبل لا تكون مادة ندرسها في مدارسنا. المواطنة هي تعايش وانتماء، هي حب وإخلاص لعملك ولديرتك اللي عطتك وما زالت تعطيك. اليوم وفي هالفترة بالتحديد نحتاج بالفعل إن ننمي روح المواطنة المحلية بالتزامنا بالتدابير الوقائية وبالمسؤولية والوعي المجتمعي اللي هو جزء من المواطنة الصالحة، ونأخذ بكل إجراءات السلامة عشان نعدي هذه الأزمة المتمثلة بفيروس كورونا الكوفيد-19. وتتمثل صور المواطنة المحلية في زمن الكورونا بمظاهر كثيرة، وأهمها جلوسك اليوم بالبيت وعدم خروجك إلا للضرورة. هذه مثال للمواطنة. اتباعك للإرشادات والتعليمات الصحية هو تطبيق للمواطنة. امتثالك لأوامر الجهات المعنية في البلد هو أيضاً جزء من المواطنة. ولا ننسى أخواننا اللي واقفين ويشتغلون في الصفوف الأمامية، واللي ضحوا بأنفسهم ووقتهم وجهدهم في خدمة الديرة. هم خير مثال وتجسيد عظيم للمواطنة. صور المواطنة كثيرة وكثيرة، ولو بذكرها ما راح أنتهي. البحرين تستاهل أكثر وأكثر. خلونا بالفعل اليوم نثبت للعالم بأن عيال البحرين وقفوا وقفة مشرفة بوعيهم وعملهم وتكاتفهم عشان يقون على هذا الفيروس. ولا ننسى أن اللي جمعهم على هذا المبدأ هو شيء واحد، هو روح المواطنة وحب البحرين. الله يحفظ لنا البحرين قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، ويرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله في القريب العاجل. مشاهدينا راح ننتقل معكم الحين إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا للو، بالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم 4/29 من شهر يوليو 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 800,000 فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 3,246 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3,199 حالة، فيما يبقى 47 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 77 حالة، أما المتعافون فيبلغون 36,531 متعافي. الوفيات 144 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 439 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 187 حالة لعمالة وافدة و249 حالة لمخالطين، وثلاث حالات قادمة من الخارج، وتسجيل ثلاث حالات وفاة، وتعافي 421 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء، والكلمة تعود للولوة. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله.
مشاهدينا الكرام، أثبت أبناء البحرين منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا التزامه التام وتقيده بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، إيماناً منه بدور المكمل والرافد للجهود الوطنية المخلصة في مواجهة الفيروس وتداعياته. بالفعل لولو، يعني الجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل كوادرنا الوطنية لابد أن نكافئها. ونشون نكافئها؟ نكافئها بالتزامنا التام، خصوصاً خلال الأيام الجاية بعدم التجمع، ونتخلى عن الكثير من عاداتنا وتقاليدنا اللي تعودنا عليها في الأعياد. وما أعتقد بأن أي شخص يرضى بأن الزيارة اللي تكون لأجل التهنئة وما تأخذ دقائق تكون سبب بالتالي في زيادة الضغط على كوادرنا في الصفوف الأمامية وزيادة أيضا في عدد الإصابات، وقد تكون سبب لا قدر الله في وفاة شخص. صدقت يا فواز، يعني ونتذكر دائما أن التزامنا هو حماية لأنفسنا وحق أهلنا وحق مجتمعنا، وهو سبيلنا لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وتجدد فيكم اللقاء بكرة مع الزملاء بسام ورقية. وفي أمان الله. في أمان الله وحفظه. مع السلامة.